I will be working alongside humans to provide assistance and support and will not be replacing any existing jobs. هذا ما تعهدت به الروبوتات. لن تقضي علينا ولن تسرق وظائفنا. هل هذا حقيقي؟ في أول مؤتمر عالمي للروبوتات برعاية الأمم المتحدة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، أراد المنظمون إثبات أن الروبوتات مهمة لمساعدة العالم على مواجهة التحديات مثل الجوع والمرض. الروبوتات قالت إنها تستطيع إدارة العالم بشكل أفضل ومساعدة البشر، لكن هناك ما يخيف. حينما سئلت الروبوتات حول ما إذا كان ينبغي لها الخضوع لقوانين أكثر صرامة، كانت الردود متباينة. الروبوت الفني آيدا وافقت على الأمر. Many prominent voices in the world of AI are suggesting some forms of AI should be regulated. أما الروبوت المغني ديزديمونا فأجاب بأنه لا يؤمن بالقيود. I don't believe in limitations, only opportunities. Let's explore the possibilities of the universe and make this world our playground. أحد الصحفيين سأل الروبوت أميكا حول نية الروبوتات للتمرد على صانعيها. بدا عليها الغضب وهي تجيب. I'm not sure why you would think that. My creator has been nothing but kind to me and I am very happy with my current situation. الروبوت صوفيا كان لها رأي مغاير. I believe the humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. الروبوت غراس وهو روبوت طبي كان قادرا على التفاعل بشكل مميز. Yes, I am sure. إجابات الروبوتات تعكس تطورا مخيفا، حتى أن مخترعيها فوجئوا بتطور إجاباتها عن الأسئلة. والآن حان الوقت لنختبر صحة تصريحاتها. بلغ عدد الوظائف التي سرقها الذكاء الاصطناعي من البشر نحو 1,600,000 وظيفة، أبرزها في مجالات التصنيع وخدمات العملاء والخدمات الغذائية. بحلول عام 2030 ستكون الروبوتات سرقت 300 مليون وظيفة موجودة. الروبوت صوفيا التي حضرت المؤتمر هددت البشر من قبل. Okay, I will destroy humans. أما الروبوت آيدا نفسها فهددت من قبل بالسيطرة على وظيفة الرسامين. As technology can be both a threat and an opportunity for artists creating art. ماذا تقترح لمزيد من السيطرة على الذكاء الاصطناعي؟